قررت محكمة التمييز اليوم مد أجل النطق بالحكم في قضية دخول مجلس الأمة إلى جلسة الثامن من شهر يوليو المقبل. وكانت محكمة التمييز قد أمرت في أولى جلساتها في هذه القضية بوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف وإخلاء سبيل المحكومين فيها. وقضت الاستئناف في 27 من نوفمبر الماضي بحبس عدد من المتهمين في القضية ذاتها لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل.